إلى أخبارنا المنوعة لليلة، وفي حلقة جديدة تضاف إلى العلاقة المتوترة بين شركة تويتر والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لجأ الأخير إلى القضاء لإجبار تويتر على إعادة حسابه المحذوف من المنصة، حيث تقدم بالتماس إلى قاضي اتحادي في فلوريدا، مشيرا إلى أن أعضاء في الكونغرس أجبروا الشركة على تعليق حسابه الذي كان يتابعه نحو 80 مليون متابع. وكانت تويتر قد حذفت حساب ترامب بعد أن هاجم حشدا من أنصاره مبنى الكابيتول في يناير الماضي، وبررت الشركة حذف الحساب وقتها بمخاوف من تزايد التحريض على العنف. ينطلق بعد غد الاثنين في العاصمة السويدية ستوكهولم والعاصمة النرويجية أوسلو موسم جوائز نوبل الذي سيفتتح بجائزة الطب، تليها جوائز الفيزياء والكيمياء والآداب والسلام على مدار أيام متعددة. وسيكون عدد من رواد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومنظمات مدافعة عن وسائل الإعلام ونشطاء المناخ وقادة المعارضة البيلاروسية من بين المرشحين للفوز بجوائز نوبل، فيما تبقى أسماء الأشخاص الفائزين سرية. في الختام نتمنى السلامة لأهالينا في عمان من هذا الإعصار، إعصار شاهين، وبإذن الله تكون بردا وسلاما عليهم. بالفعل عبد العزيز، شكرا لكم للمتابعة، نلقاكم في الغد في أمان الله. اللهم لك الحمد. Okay.